هنا اقول لكم ان في ازمه بسبب كاس مصر. اتحاد الكوره او لجنه المسابقات مقرره ان مسابقه كاس مصر هتتلعب في الاوقات اللي يبقى فيها المنتخب الاولمبي عنده مباريات، وده يمكن عشان ما فيش وقت كتير، ده يمكن يعمل بعض المشاكل مع الانديه اللي هي هتطالب انها تكون لعيبه المنتخب الاولمبي تشارك مع فرقها في كاس مصر. ولكن الوقت والضغط خلى لجنه المسابقات تقول ان كاس مصر هيتلعب في الوقت اللي بيشتغل فيه المنتخب الاولمبي ماتشاته الرسميه، ده اللي هيتلعب فيه مسابقات كاس مصر زي ما قلت لكم بدون لاعبي المنتخب الاولمبي، يعني ماتشات كاس مصر هتكون بدون لاعبي المنتخب الاولمبي. فانا شايف يعني طبعا الناس هتقول لك او في انديه هتقول انا شاري اللعيبه دي واللعيبه دي بدفع عليها فلوس ومعايا في النادي لازم استفيد منها في كاس مصر، لكن احنا في مرحله صعبه شويه ومرحله عايزين نمشي الدوري اللي هو الاهم من الكاس، فنمشي الدنيا شويه، وهو ده الحل الوحيد حاليا من خلال لجنه المسابقات انها توجد بطوله كاس مصر.